السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فورتشنر 2020 كاملة المواصفات مستعرضة بشكل سريع من خلال هذا المقطع. طبعا أكثر متابعين الفورتشنر يعرفوا كل مواصفات السيارة. الإطارات مقاس 235 على 60، الرينجات مقاس 18، أضاف الإشارة على المرايا الجانبية، مقابض الأبواب مطية بالكروم. هذه بطاقة مصروف السيارة. لتر الواحد من البنزين مشيك 9 كيلو 600 متر، تقييم سيء جدا. المحرك 6 سلندر 4 لتر، القوة 235 حصان، ناقل حركة 6 سرعات. شكل السيارة من الخلف، الجناح زينة من الكروم حوالين الأضواء الخلفية، الأضواء الخلفية LED، حساسين على الصدام الخلفي، كاميرا الرؤية الخلفية. المقاعد جلدية مخرمة أيضا لأنها فئة الفول أوبشن. فتحات تكييف الخلفية موجودة بالسقف، تحكم مستقل. ما قلت لكم ما راح اشرح كل مواصفات السيارة، اكثركم عارف مواصفات الفورتشنر. مثبت السرعة، عجلة القيادة مكسوب الجلد، تخشيب، شاشة عليها نافيجيشن، تهوية المقاعد الامامية، التحكم بالتكييف اوتوماتيكيا، وضعيتين قيادة، ايكونومي والباور مود، تراكشن كنترول، الدفلوك، قياس ضغط الاطارات، تشغيل السيارة عن طريق البصمة. تمام. سعر السيارة 15700 ريال عماني، أي ما يعادل 153000 ريال سعودي. ختاما أتمنى أصبكم المقطع. تحياتي جميع المشاهدين.